ما هو تقييمك لنواب مجلس 2016؟ نبي رأيك بكل صراحة. رأيي بمجلس 2016 خيب الأمال ولم يحقق الطموح. هذه وجهة نظرك ولا وجهة نظر الشارع؟ وجهة نظري ووجهة نظر الشارع. لم يحقق الطموح مجلس 2016، بل خذل المواطن بإقرار قوانين سيئة الذكر تضرب المواطن ولا تخدم المواطن. المواطن شنو يبي من الناخب؟ أو شنو يبي من المرشح؟ أو بالأحرى شنو يبي من النائب؟ من النائب يبي من النائب الدفاع عن حقوقه، وكذلك إقرار قوانين تخدمه وإلقاء قوانين تضره. مجلس 2016 ما خدم المواطن بأي شكل من الأشكال، بل أقر قوانين من ضمنها قوانين المرئي والمسموع أضرت بالحريات، والحريات الدستور كفلها. راح تتصدى لهذا القانون؟ راح نتصدى وراح نعدل في هذه القوانين إذا الله وفقنا وفزنا في عضوية البرلمان من أولوياتي هذه القوانين إن شاء الله. زين، نسبة التغيير في البرلمان القادم كم تتوقع؟ أنا أتوقع نسبة التغيير بالبرلمان القادم، أنا أتمنى أنها تكون 100%، ولكن التوقعات يمكن تنزل إلى 60-70%، وهذا يعود منو حقه؟ يعود إليك أنت الناخب، أنت اللي تختار من يمثلك في البرلمان.